قال له يا ابني طب انا امشي ازاي، انا دلوقتي فاهم مش عارف اي حاجه في اي حته خالص في ربنا، انت كده توهتني. طب خلاص يعني في واحد جاي في وشي هسأله. سلام. بقول لك يا صاحبي معلش عايز اروح مكان عبد الله. والله فاهم ما اعرفش كده بس السلام عليكم. بقول لك يا عبد معلش عاوز اروح مكان عبد الله بس انا مش عارف اتكلم على ده. اه في ساعتك بتكلمني ايه يا حاج؟ رحت بلعب بيه. طب بص سيبك من الجي بي اس بتاعك دي. ايه البي تي اس؟ انا فاهم الاولانيه لما هتقول لي الثانيه. اه كمل بس ما تمشي الجهه طوالي على طول هتلاقي شارع يمين. تمام سيب. ماشي هتلاقي بعد الشارع شمال. تمام سيب. تمام هتلاقي بعد الشارع يمين. تمام ادخل. هتلاقي هناك كوبري. كوبري عارفه يعني؟ اه الانتاج ده ليه انا على بغتي وبغتك يا الله. عشتني فيه وغدر بيا. ومين ده حددني فيه وسبني يا الله؟ حد من انا عاوز اروح لبناء عشان حد خمس بص الواحد يجيب على بيت كل حاجة ماشي. انا انت سجل اسجل سؤال صريح وانا هقول عاوز اروح لبناء عشان ايوه ده دوال. تمام هتلاقي شارع يا بيت. تمام سيب سيب هتلاقي شارع شمال. تمام تاني معلش معلش هتلاقي شارع شمال. لا سيبه برضه سيب. هتلاقي بعدين الشارع يا ابني. ادخل ادخل. يلا هتلاقي هناك كده. عارف 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 عارف. يلا عبد الكوبري ايوه نفس الجبال ده. عبد الجبال ده عبدين زي نفسه الجبال ده عبدين عند عند الزر الحمراء. ايوه هو ده بالظبط. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. اه جنب كوبري اسمه مين؟ لا والله ما اعرف. يا عم ده انت خبطنا وده انت اللي من الجيجي بس يا اخي. انا كده جاي من امك عليك يا اخي. وش يا جدع انت خلطان مش عارف مش هنقول في الدف. انا عايز احسن ابو واحد انا توه خن على ابو ام اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب كل الرساله وصلت ومبطل فاتي بقى. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول رايك في التعليقات وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه ويا ريت تشغل زر الجرس اللي على جنب ده عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.